وللوقوف على دلالات زيارة رئيسة البعثة الأممية يونمي في العراق جينين بلاسهارت ولقائها مع والدة الشهيد إيهاب الوزني الذي اغتيل مؤخرا في كربلاء. ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الأكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور ضياء شهيد العزاوي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا دكتور. وصف البعض البعض وصف زيارة بلاسهارت ولقائها مع والدة الشهيد إيهاب الوزني بأنها لا تعدو أن تكون محاولة لتجميل صورة البعثة الأممية في العراق بعد تجاهل موظفيها مؤخرا لوالدة الوزني في كربلاء. كيف يمكن قراءة هذه الزيارة؟ والله حقيقة قراءتنا لزيارة بلاسهارت كسابقاتها أنه كانت مجرد أنه أبر مهدئة للشعب العراقي كلما سار وانتفض ضد هاي الطغمة الحاكمة والفاسدة والعميلة إلى دول الجوار، واللي امتصت كل ثروات وخيرات الشعب العراقي في سبيل أن تسكت الشعب. إذن هي شريكة مع الحكومة الفاسدة وأحزاب الفاسدة، بحيث عندنا من 2019 من 11/2019 يومنا هذا يعني ساحات زفت مئات الشهداء، وصل عددها تجاوز 1000 شهيد. ما شفنا من الامم المتحده تنديد حقيقي، مجرد تنديد اعلامي تقول والله نندد ونستنكر. زين اذا انتم تطمطين شرعيا هذه الحكومه هذه حكومه مجرمه جاي تدافع عن المجرمين، يعني في الفتره باسلحتهم الاسلحه الثقيله دخلوا بها بوابه الخضراء وراد يسقطون الخضراء فيها، والحكومه اللي انتم تدافعون عنها اللي انتم الامم المتحده تدافعون عن هذه الحكومه. نعم. موقفكم شنو انتم الامم المتحده ضد هاي الهجمات المسلحه واللي اضفت انطباع انطلاقا من هذا التساؤل دكتور، انطلاقا من هذا التساؤل الذي يطرحه الكثير من المتظاهرين، ماذا يتوقع الناشطون من البعثة الأممية في العراق يونمي في ظل اغتيال العشرات على يد الميليشيات واستشهاد مئات المتظاهرين برصاص القوات الأمنية؟ والله حقيقة كل تفاؤل خير ما نتوقعها من الأمم المتحدة، لا يونامي ولا بلاسهارت ولا اللي سابقته أيضا، لأنه هم عبارة عن أدوات خلوهم واجهة يثقفون إلى الأحزاب يطوفهم الشرعية. كانت الأحزاب إجت هذه من خلال الانتخابات المزورة وطوفهم شرعية، وهسه حاليا أكو قتل مستمر لحد هذه اللحظة واغتيالات ويطوفهم أيضا شرعية. لحد بالمناسبة الساحات هذه تظاهرات طبعا لولا خوف وبيع الساحات من قبل بلاسهارت لتلقى الساحات لحد هذه اللحظه ضج بالسكان، لكن اي واحد يطب للساحه يروح يهددوه ويعوف الساحه ويطلع. فاذا كيف تترجى من الناشطين من الثوار يترجون خير من الامم المتحده اللي اصلا هي باعت قضيه العراق وباعت الثوره من خلال وعودها الكاذبه انه يابا سووا تجمعات سووا تكتلات سياسيه دخلوا بالعمليه الانتخابيه وراح نحمي الانتخابات وراح يا انتخابات تصير وهي قتل بالشوارع، يا انتخابات تصير وهي سيارات ما تعرفها الا من تابعها جهه وشايله حتى دبابات تفتر بالشوارع وما نعرفها الا من تابعها هذه، يعني يقتل هسه هذه ام الشهيد ايهاب اللي نصبت لها خيمه، نعرف الخيمه هسه هي المضار مالها شنو؟ شنو اللي تخوف العالم اللي خلتهم ما ينصبون خيمه؟ اذا معناته اكو تواطئ دول كبير ضد الشعب هذا العراقي ويريدون يقضون عليه حتى ينهون كل خيراته. فاذا احنا ما عندنا كل امل لا بالامم المتحده ولا بالامم المتحده، املنا بس بالله سبحانه وتعالى. كيف يمكن تقييم دور الأمم المتحدة في العراق انطلاقا من المهام الحقوقية والإنسانية وهي تعمل وفقا للمواثيق الدولية أمام هذه الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الحكومية والميليشيات بحق المدنيين؟ والله واضحة، هي الأمم المتحدة وظيفتها توثيق جرائم، توثيق حقائق اذا كانت حتى تحافظ على شرعيه الحكومه الموجوده. يعني احنا اليوم هسه عوف الامم المتحده وعوف المثقفين، خلينا نسال الناس البسطاء نقول له انت راضي على هذه الوضعيه حاليا على الحكومه يصير بها قتل وتشكل لجان ولحد هذه اللحظه ما تعرف من القاتل ومن المقتول، يعني يجي يقتل بوضح النهار وكاميرات موجوده وماكو اي لحد هذه اللحظه ما تنتم مش هذه الجهات. احنا انت لا تقول لي شخص بسيط يجوز مثلا كان يبيع شاي او غيره ويقول القبض عليه تحكي لي من الدزه من الطافلوس، يا جهه يا حزب يا دوله ورا هذا الشيء، هذه كلها مسؤوله عنها الامم المتحده ومسؤوله عنها شكو شخصيه سياسيه تواصلت وتواصلت مع الامم المتحده في سبيل بيع القضيه العراقيه هم مسؤولين عليها. فاذا احنا الامم المتحده شغلتها واضحه توثيق التوثيق هاي الجرائم كلها في سبيل ترفع امام انظار دول العالم، هل هي هذه حكومه شرعيه؟ هل هي فعلا ديمقراطيه؟
اي ديمقراطيه واي شرعيه يحكون عنها، والسلاح من فلت موجود بالشارع وينتظرون عندنا كعراقيين نروح للانتخابات ونثبت. نعم. دكتور ضياء المعذرة على المقاطعة، تحدث شقيق إيهاب الوزني بشجاعة أمام المسؤولة الأممية في العراق عند زيارتهم، ودعاها لتفنيد الاتهامات حول تبعيتها للأحزاب السياسية أو تلقيها ريشة من قبل هذه الأحزاب. ما مدى صحة ذلك وخطورته إن صح أمام مصداقية المنظمة الأممية؟ والله احسنت، وهذا السؤال جدا رائع، هذا المفروض هي تجيب عليه هسه حاليا. لا تخاف، المفروض عندها موقع وايضا تكون تسوي فد مؤتمر صحفي، اكو حديث موجود هسه هايم تداول في الشارع العراقي، وانا كل شيء هسه موجود من صلب بالشارع العراقي، بالشارع العراقي حاليا اكو اتهام واصابع اتهام تشير على بلاس خارت وعلى منظمته انه باعت القضيه، واكو اتهامات يقول انه اخذت مبالغ من الاحزاب او من الحكومه ما نعرف بالضبط، هذه حديث قدام الشارع. احنا اليوم نسمع هذا الحديث، لكن نريد من المتهم نفسه يطلع في وسائل الاعلام، يطلع في من خلال صفحته يفند هذا الشيء، يقول يابا انا ما عندي هذا الشيء، ويعطي دليل، لان انا اقول دليل ما اخذ، والدليل انه جاي يشوف مجرمين يفترون بالشوارع، ولحد هذه اللحظه ما يدينهم، ما يرفع عليهم تقارير الى مجلس الامن، ولا يرفع عليهم تقارير حتى يساعدنا في المحكمه الجنائيه الدوليه ويجرمهم مجرمين حرب. زين انا اليوم من ارفع قضيه، ما عندنا احنا اتصال بمحكمه جنيف، لازم تكون دولتنا ما تتصل لحد هذه اللحظه، يعني المفروض تساعدنا الامم المتحده بهذا الجانب حتى يدخل العراق من ضمن محكمه جنيف الدوليه ونرفع هذه الجرائم اللي جاي تصير، اللي جاي تصير خصوصا الناشطين هسه سيدي، روح شوف هسه تلقيهم ناشط قاعد لو باربيل، لو قاعد بتركيا، لو قاعد بعمان، لو قاعد بغير دوله، ليش؟ اكو امان، هو لو اكو امان يترك العراق ويطلع، غير معناته خايف على نفسه، خاف يقتل، خاف يصفى، والتصفيات جتهم على شكل رسائل، فاذا اكو صحيح اتهام على بلاسخا على منظمته كلها انه لربما ما اخذ فلوس او جزء مهدد، كل شيء يصير جزء هددوه، قال لهم بس تشتغلون الشغل الفلاني نصفيكم، فاذا مطلوب من عندها تبرير، وتبرير رسمي، مو فقط اقوى تقول عندي بالوثائق والدلائل هاي رفعتها، هذه الجرائم رفعتها، ولحد هذه اللحظه ماكو نظر من العالم بصوره عامه على الجرائم اللي جاي تصير، هذه من يقتنع بها. شكرا جزيلا لك دكتور ضياء شهيد العزاوي، الأكاديمي والناشط في تظاهرات، حدثنا عبر الهاتف من مدينة واسط العراقية.